جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول الدكتور رمضان مقيم في المملكة يسأل ويقول: كنت في سفر وأقلعت الطائرة قبل أذان المغرب، وكان هبوطها بعد أذان العشاء، فصليت المغرب في الطائرة وكنت أومئ بالركوع والسجود، مع العلم أني لا أعلم اتجاه القبلة، فهل تصح الصلاة حينئذ أم كان من الواجب أن أجمع المغرب مع العشاء؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الطائرة أقلعت قبل غروب الشمس فإنك تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأنه وجب عليك المغرب وأنت في الجو، وفي صلاتك في الطائرة كما ذكرت فيه حرج وفيه نقص في الصلاة أو قد لا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان وجب المغرب وأنت في الأرض، غربت الشمس والطائرة لم تقلع وأنت في الأرض، فإنك تصلي المغرب في وقتها وأنت في الطائرة، ولكن عندما تريد الصلاة تتحين مكانا من الطائرة تتمكن فيه من أداء الصلاة على الصفة المشروعة من استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام، وذلك بأن تسأل الملاحين عن اتجاه القبلة وهم يخبرونك بذلك، وتذهب إلى مكان تتمكن من الصلاة فيه من أمكنة الطائرة.